الحقيقه السيد فحال يرتلى. انا كشخص كنشوف هذا السيد كندوز الصباح كنلقاه في واحد الحاله زعما انا ما كون كان بيدي الامر كنت تصرفت. فكنبغي نطلب من المعنيين بالامر يجيو يشوفوا في الحاله ديال هذا السيد. هذا السيد انا ما كنعرفوش، هو جارنا، ولكن انا ما عرفتش واش عنده شي وليدات. هو اللي قايم به اللي كيصير عليه وياكلوا ويشربوا ويكسي ويصيفط ليه اللي يغسل ليه، وجا به خير وعلى خير. فين تصلت عليه الشيم الله اعلم منين جابوا، الله اعلم بينه وبين. بقى الراجل كاين حل حتى ما تلا عقل على راسه، لا اعلم نهار جا هنا ما خدام ما ردام. الباترون ديالو كان خدام في وزير القنبه، الباترون ديالو على ما كيعاودوا ما شناش. هو اللي جابو كرادي، هو اللي كيصير عليه ورافدو. ما معنى الكلمة، ما معنى الكلمة؟ كل سيمانة جايب ليه الباي ديالو، الماكلة ديالو، الدواء ديالو، الكارو ديالو. إوا مسكين تمشى للسبيطار قالوا له راه عندك مرض السل ولا ويكل، كيقول راسي يا راسي تاخذ البارح واحد الحالة هنا راه لا يرتلاها مسكين، ما عنده لا اللي يعطيه حتى كاس تاع الماء. شتي هاد الوليدات، هذاك السيد وخوتو هما اللي كانوا به، ومازال واخا كيعيرهم ولا كنسمع هاد شي كلام كيقول لهم قدام باهم لا يرتلاه، وربي عطاهم الصبر. ورغم على داك الشيء هما يغسلوا، هما يوكلوا، هما يسخنوا ليه، الله غادي يخلصهم. ما واخا العبد يخلص ما عنده ما يخلص، الله اللي كيخلص كل واحد. كان فيه مرض الكلاوي في الاول وفي جلال، ملي مشاو يدوزوا ليه لقاو عنده مرض السل. هو مرض السل هو اول مرض فيه، ما كانش باغي يقولوا له. واحد الريحه البيت ديالو، واحد الريحه راه هذا الشيء راه انت دخلتي وشفتي. كندوز الصباح، كندوز الصباح شاك جوغ من هنايا، كيبان لي ما كاينش اللي مد لي المساعده حتى كاس الماء. انا حيت بعيد عليه شويه، انا كنت قريب جارو سميتو غنستقصي الحال ديالو. كنشوفو بعيني ماشي كنسمع، كنشوفو بعيني، كنشوفو بعيني، كنشوفو كيغوت، كنشوفو كيغوت. كنبغي نمد لي المساعده، الترونسبور غيمشي عليا ديال الخدمه، فهمتيني. انا كل لقيت زعما ما ندير، حيت انا ما كنعرفوش، ما عرفتش واش عنده وليدات، عنده شي مرات تهز المسؤوليه ديالو، ما مزوج، حيت انا ما كنعرفوش. انا بعيد عليه السيد اللي كاين الان هنايا اللي كيقول لك جارو قريب ليه، فهمتيني. انا كنبغي نطلب من السلطات المعنيه تشوف بحاله السيد. كذبش عليك اختي، واحد الحاله زعما يرتلها. السلام عليكم، كنشكروا شوف تي في على هذه المبادره اللي قليله، اللي ما بقاوش بزاف ديال الصحافه كيديروها. اللي بغيت نوصل لكم بان هذا السيد كان فيه القلب باغي يحيي جلاله. كان حد السيد كيقولوا لي احمد قدوري هو اللي متبع الحاله ديالو، جمع ليه وريقاته كيديه للسبيطار، تيطلع وينزل معاه لمده عامين ونص، منين اكتشف بان فيه المرض السل متقدم، فهمتيني، ولا عطي شويه فهمت محتيات. ما تاخرش منه، بقى معاه ولكن يدير الاحتياطات ديالو، فهمتيني. حاضر راسو لحد الان باقيين معاه، دابا ما فيه تينوش، دابا ما فيه تينوش. حنا راه مادام واقفين هنا راه ما فيه تينوش، اختي هذه البلاصه هذه اللي ساكن فيها هو بنادم صحيح ما فيه حتى شي مرض ما يقدرش يعيش فيها، وانت راه شفتي كل شيء بعينك. السيد راه كيخرج هنا بالليل كيبقى يضرب في راسو مع اي واحد، كيقول لك راه حتى واحد ما لقى ليه جاد، كي قال الاخر ما لقينا ليه جاد. حنا راه ما كرهناش نديرو فوق ريوسنا، راه كنبغيو نديرو اي حاجه، ولكن حنا عندنا والدينا في الدار، عندنا شحال من حاجه خايفين عليها. وهذا السيد اللي قال لك راه ما كرهشي، راه ما كيدوز من الصباح غادي للخدمه، وحنا راه عايشين معاه كنشوفو يوميا كنتقطعو معاه. هو راه كيدوز كيمشي للخدمه وكينسى، حنا راه عايشين معاه يوميا كنسمعو غواتو اختي، راه 4 الليل حنا راه ساكنين شويه الفوق مازال. غواتو كنسمعو، راه غدوي مالك اش خاصك، كيقول لك هو وحاشاك هذاك الشيء راه كيقضي في حوايجو، فهمتيني. ما كاينش اللي يقابلو هنايا، فهمتيني. كل راه كيقول راسي الدراري تاهما راه مقابلين راه يوسم الجيران هنايا، هما اللي كيعاونوا. كل مره ملي كيجي شي حاجه هادي، ولكن راه بنادم ملي نعرف راه فيه السل راه خاف، راه ضروري غيبدا يدير الاحتياطات ديالو. السيد مسكين راه مريض، راه مكرس بزاف، راه مقطوع من الشجره، ما عنده لا ولاد لا عائله لا والو، مسكين. راه ساكن حدانا جارنا، حنا اللي كنتعاملوا معاه وكنتسخروا ليه. مسكين مريض ما كيقدرش يمشي، حتى كلشي كيديروا تحتو، مسكين مكرفس بزاف، كيغوت ما كينعش بالليل، كيغوت على 24 ساعه، كيغوت بزاف الصداع، وما كننعسوش حنا جيرانو كنتعاملوا معاه. مسكين هو مكرفس بزاف، كيديو للطبيب كيمشي للسبيطار كيوصل كيجيبو هذيك الساعه، كدير لومبيلانس كيجي مسكين، كيجي ثاني نفس المشكل، كيبقى يغوت الليل ونهار، والسيمانه كلها ما كينعش والو. مسكين مكرفس ما كيقدرش ينوض، كلشي مسكين كلشي مكرفس عنده والو، ما كاينش كيقوم به. وكنطلبوا من السلطه ومن شي جمعيه والمحسنين الله يخلصهم، الله اللي دار شي حاجه راه يخلصوا الله في سبيل الله.
والله اللي دار شي حاجه يخلصوا الله. كنلقى هنا مسكين تلايح كيبغي ياكل الماكل مش كاين شي مشاش كياكلو كنقول له كولي كما بغاش ياكل كيديو السبده كيهرب ليهم. دابا ديروا الخير الله يرحمكم والديني لما داروا الخير في هذا الراجل الله يستر عليكم شدوا ما بقاش تكرس هنايا الله يرضي عليكم. مريض انا ما كنجي كنجي عند المراه كنلقى تلاح انا ما كنعرفوش كنلقى هنايا مسكين وكيغوت البارحه ضال كله ثلاث ايام انا بهذا ثلاث ايام والبارح لقيته مسكين حاطين له الفطور مشاش كياكلو وفيقت فيه فيقت قال لك انا ما قديش ناكل والله يرضي عليكم ديري حسابكم الله يسر عليكم الله يخليكم يجيب لكم الجنه ان شاء الله. لا السيد راه مكرفص هذا لقيته البارح والله الا انا اللي جففتي تحت منو حشاك والزنقه هنا ما قديش دوزي خلينا قريزي انا ساكنين قدامنا طيلي الله يرعى الشيطان الليل كامل وحنا كنبقاو هوك حتى الصباح كيصبح الحال كيخلينا نعسى بالغاوط الغاوط 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 اش بغيتي لا بغيت فلان يجيني غوت على شي كلام كاع انا شي ناس انا كاع ما نعرفهم ويبقى يهطي يهطر مسكين الغوت العلم يا بنت سيدي الغوت العلم شتي انت تكوني في راس الزنقه من هيك تسمعي مالي ندير بالفوقاني نهار الحد جاو هنا قال لك انتم شكون عندكم ميت في هذيك الزنقه قلت له ديرها هذا هذاك السيد هو اللي عيان وقال لك لا اله الا الله راه باص لكم اللي ناعسين ساكنين حدا هنا وفين بغينا نسكنوا ذاك الشيء اللي امر عليه الله هو هذا المشكل هو هذا السيد مريض ماشي غير مرض عادي هو مرض معدي وعنده داك السل اللي كيعادي هو تيجي تيسرح لينا حوايجو هنايا في الدخله والخرجه ديال باب الدار وحنا مضرين وعندنا الدراري الصغار وخايفين عليهم راه حنا درنا التحاليل على هذا الشيء والسيد اتصلنا بالسلطات وراه قال لك غاديين يديروا حل حنا كنتسناو ولكن راه حنا مضرين بزاف وكنتمنى ان يتدخل تدخل شي جمعيه ولا شي حاجه تدي هذا السيد تعالجوا لانه في حاجه للعلاج وخصو في اقرب وقت يمشي يتعالج لانه الا ما تعالجش راه غادي يبقى هنا عالة على السكان وكيغوت بالليل وبالنهار ما كننعسوا لا بالليل ولا بالنهار الناس كلها متضرره ماشي غير اللي ساكن حدا وانما الدرب كامل متضرر. هذا الشيء اللي بغيت نقول كنناشد القلوب الرحيمه وكنناشد الجمعيات باش يدخلوا ويجيو ياخذوا هذا السيد يعالجوه يديروا ليه شي حل حنا بغينا نقوموا معاهم بالواجب ولكن السيد عنده مرض معدي الا قربنا ليه وعندنا الدراري الصغار ما يمكنش.